السلام عليكم، كيف حالكم؟ هل تتذكرون قصة المرة السابقة؟ نعم، عندما شرب الدب والسنجاب والطائر من البركة ماء منعشا. أشعر بالسعادة لأن الأصدقاء الثلاثة يلعبون بسعادة. نعم، والآن أتساءل عما سيحدث اليوم أيضا. ما رأيكم أن ننطلق معا في رحلة قصتنا؟ السماء تنعكس في البركة، وقال السنجاب: يا سلام، يمكننا رؤية السماء من هذه البركة. وسأل الدب الطائر قائلا: أيها الطائر، ما شعورك عندما تطير في السماء؟ ورد الطائر: ما أجمل السماء الواسعة، ولأنكما أصبحتما صديقي عندي لكما هدية خاصة. وبالتالي فجأة أصبح لدى الدب والسنجاب أجنحة. نعم، إن السماء تنعكس في البركة كأنها مرآة حقا. ما رأيكم أن نرسم انعكاس السماء في البركة بنفس شعور الطائر الذي يطير في السماء؟ هيا نرسم السحاب أولا. تعلمتم هذا الشكل عندما رسمنا الأشجار والزهور، صحيح؟ نعم، هل كل السحب لها نفس الشكل أم أشكالها مختلفة؟ نعم، تختلف كلها. هيا نرسمها هكذا، منها الصغير ومنها الكبير. والآن يظهر أصدقاؤنا الجدد، وهم السحب بأشكالها المختلفة. نعم، وبعد ذلك ما هي الهدية التي أعطاها الطائر للسنجاب والدب؟ صحيح، أعطاهما أجنحة. إذن ما رأيكم برسم أجنحة أيضا؟ الأجنحة أيضا سهلة، هيا نرسمها هنا. نعم، هيا نرسمها هكذا بشكل دوائر مع الاتجاه للداخل. ويكون الأسفل أصغر من الأعلى، وهكذا كلما ننزل يكون أصغر ثم نرفع لأعلى. نعم، وبجانبه أيضا نرسم نفس الشكل ولكن بالعكس. نعم، هكذا رسمنا الأجنحة باللون الوردي. فوقها هيا نحاول رسم أجنحة أصغر. هذه المرة رسمنا أجنحة صفراء. لأن هذه كبيرة، هل نجعلها للدب ونجعل هذه الصغيرة للسنجاب؟ والآن هيا نرسم أجنحة صغيرة فوق أجنحة الدب الكبيرة ليكون شكلها أجمل. ثم هيا نبدأ التلوين الآن. هذه السحابة هيا نلونها باللون السماوي لنلونها بينما نحرك يدنا بشكل حلزوني. والآن هذه السحابة أيضا، وبعدها هذه السحابة باللون الأزرق، وهنا أيضا. نعم، وبعد ذلك هيا نلونها بالأصفر أيضا. ما رأيكم أن نجعل هذه السحابة صفراء أيضا؟ ثم هيا نرسم سحابة بنفسجية أخرى.
ما رأيكم برسم سحابة بنفسجية أيضا؟ وفي هذه الناحية برتقالية. والآن هيا نلون الأجنحة. هيا نلون أحد جوانب أجنحة السنجاب اللطيفة ونلون الناحية الأخرى أيضا. ثم نلون أجنحة الدب التي في الأسفل. لونوها باللون الذي يعجبكم كما تريدون. ومن الجيد خلط بعض الألوان ببعضها. واو! تقريباً اكتمل تلوين أحد الأجنحة. ثم نلون الجهة الداخلية باللون السماوي. لم نلون السحب بشكل دقيق، ولوناها بشكل دوائر هكذا، ولكن الأجنحة نلونها بشكل دقيق هكذا. ونلون هذه الناحية أيضاً باللون الوردي. عند رسم الأجنحة، كما تفكرون ستصبح كلها أجنحة جميلة. وليس واجباً أن تكون بهذا الشكل، صحيح؟ وبهذا انتهينا من تلوين الأجنحة. هيا نلون الخلفية بلون أصفر وبشكل خفيف بالتلوين بالقلم بشكل جانبي. في هذه المرة نزيل غلاف القلم ثم نلون بعد إمالة القلم بشكل جانبي هكذا. وهيا نحاول ملاحظة اللون الناتج من خلط ألوان الشمع معا. تبدو أجمل جدا بعد خلط الألوان معا. في البداية اللون كان أصفر، ولكن بعد خلط الأزرق أصبح اللون أخضر. وبخلط البرتقالي أيضاً سيوجد بعض الإضاءة البرتقالية. صحيح، وبالتلوين باللون الأصفر الفاتح يبدو مثل أشعة الشمس الرائعة. ويمكن إضافة بعض الألوان للأجنحة أيضاً. والآن
اكتمل كل شيء يا أعزائي. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ نعم، وما رأيكم في التلوين بألوان المياه فوق لون الشمع الأبيض؟ يظهر اللون الأبيض الذي كان مختفياً. عجيب، أليس كذلك؟ وهيا لترسموا أجنحتكم الخاصة أيضاً يا أصدقائي. ترى ما هو الشعور إذا ركبنا هذه الأجنحة وطرنا للسماء؟ لترسموا ما يخطر ببالكم بينما تفكرون عن هذا الشعور. لقد شعرت بالسعادة في هذه المحاضرة معكم اليوم أيضاً. هيا نتقابل في المحاضرة القادمة أيضاً. إلى اللقاء يا أصدقائي الأعزاء.